أيضا من معنى الفتاح هو ما يفتحه الله من الأرزاق على عباده، مما يفتح لهم من أسباب الرزق وأسباب والمعرفة بالحرف والمهن. كما تلاحظون كل ميسر لما خلق له، هذا يفتح عليه في حرفة تعجب الناس من إتقانه لها، وهذا يفتح عليه في حرفة أخرى أو في باب آخر، كل ذلك مما يدخل في الفتاح. وقد يرزقهم من غير سبب بأن ييسر لهم الأرزاق وييسر لهم الأموال والثمار من غير سبب منه بالهبات والعطايا وما يمن الله به على عباده. فهذا من معنى الفتاح، مما يدخل في معنى الفتاح ما يفتحه الله من الأرزاق ومن التوفر المعيشة ومن سد حاجة الإنسان، إما بسبب يعلمه الله إياه وإما برزق يرزقه الله عز وجل من غير أن يبذل سببا فيه.